يا ترى ايه هي اهم العوامل المتحكمه في قوه العمله؟ في ناس كتير بتسالنا ازاي بيتم تحديد قوه العمله. ببساطه شديده، في مجموعه متنوعه من العوامل المحليه وكمان الدوليه يمكن من خلالها تحديد قوه العمله، هنقولها لحضراتكم. اول حاجه هي اسعار الفايده. اسعار الفايده المرتفعه اول حاجه بتحدد قوه العمله، وده علشان المستثمرين الاجانب اللي بيمكنهم الحصول على عائد اعلى من خلال الاستثمار في هذا البلد. تاني حاجه سياسات الاقتصاديه. السياسات دي بتساعد في الانضباط المالي الصارم، وكمان السياسات النقديه المناهضه للتضخم على تعزيز قوه العمله. تالت حاجه هي الاستقرار. وجود الحكومة قوية ومستقرة مع سيادة راسخة للقانون وتاريخ من السياسات الاقتصادية البناءة بيعد من العوامل اللي بتجذب الاستثمار، وبالتالي بتعزز قوة العملة. في حالة الدولار الأمريكي فإن قوته بتتعزز بشكل أكبر من خلال حقيقة إن السلع الأساسية بيتم تداولها بشكل عام بالدولار زي النفط والقمح والسكر وما إلى ذلك، وبتستخدم العديد من البلدان الدولار كعملة احتياطية ليها.